أعزائي مشاهدي الفضائية التشادية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الأخيرة لهذا اليوم. عقد اليوم رئيس الوزراء بهيمي باداكي ألبير اجتماعا مع اللجنة الفنية الثلاثية للدراسة والتفكير حول طريق إحلال السلام الاجتماعي المستدام. وقد شهد الاجتماع تنصيب اللجنة الفنية الثلاثية رسميا من قبل رئيس الوزراء للبدء في عملها المتمثلة في مواصلة الحوار بين الحكومة والشركاء من أجل إيجاد الحلول للإخراج البلاد من الأزمة. تقرير خالد موسى الحاج. تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والتي أفضت إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، ومن ثم تأسيس اللجنة الفنية الثلاثية لدراسة والتفكير حول طرق إحلال السلام الاجتماعي المستدام، يأتي هذا اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء بهيمي باداكي ألبير مع أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية بغرض تنصيبها رسميا. وقد شهدت المناسبة عدة مداخلات تركزت حول أهمية الحوار لتحقيق السلام وبناء جسور الثقة بين الحكومة وشركائها. رئيس اللجنة الفنية للحوار الاجتماعي علي عباس سيتشي شدد على ضرورة الحوار والتشاور بين الطرفين. قلت للحكومة خليه يشاور العمال زي ما عنينا في سكتور بريفي، كلنا نشاور عمالنا عشان نلقوا نتيجة في الخدمة. وجو بونس الحكومة وصف كونه هو يعني عند النية عشان يشاور العمال في الشيء اللي هسه هو قام بوغا عشان يقتل الكريزة اللي هسه فوق الكريزة على القروش وكريزة على العمل ده. ممثل المنظمات النقابية أشاد بمستوى الحوار وقال إنه السبيل الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة. محمد النور أحمد الرفاعي. هنا أول كان نشكر رئيس الوزراء على هذا القرار الجيد، إنه يعني في بداية نبدأ العمل وننظر كل ندرس كل المشاكل التي تعاني منها البلاد ونضع لها حلول مستقبليا لنخرج بلادنا من هذه الأزمة. وهذا يتطلب كل جهود التشاشدين من حتى المدنيين والإداريين والحكوميين، كلنا نجتهد سويا لنخرج بلادنا من هذه الأزمة. بدوره وزير الوظيفة العامة عبد الكريم سعيد بوش أكد على أهمية السلام الاجتماعي كشرط أساسي لتحقيق التنمية. اليوم جينا في كوميتي على أننا وافقنا فوق، وإن شاء الله غدا نبدو نواصل لألشان الآفية في المجتمع يكون موفر، ولا علشان الأمال وكل شعب التشادي يعيش في البيس سوسيال ده. أن ده مهم لكل التنمية ومهم للتقدم قدام. رئيس الوزراء بهيمي باداكي ألبير في كلمته قال إن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركائها تعكس رغبة الطرفين في ترجيح كفة الحوار من أجل مواصلة البحث عن حلول توافقية تخرج البلاد من هذه الأزمة. هذا ونشير إلى أن اللجنة الفنية الثلاثية للدراسة والتفكير حول طرق إحلال السلام الاجتماعي المستدام أسست في 9 مارس 2017 وتعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتكون من أعضاء الحكومة والمنظمات النقابية التي تنضوي تحتها اتحاد النقابات المطالبة، اتحاد النقابات من أجل الحوار الاجتماعي، والكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. وفي كلمته بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية للدراسة والتفكير حول طرق إحلال السلام الاجتماعي المستدام، قال رئيس الحكومة أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركائها تعكس رغبة الطرفين في ترجيح كافة الحوار والتفاوض لأجل حلول تفوقية تساهم في إحلال السلام الاجتماعي في البلاد. للمزيد نستمع إلى جزء من حديث رئيس الوزراء. إن الدعوة إلى الالتزام الجماعي المسؤول في مواجهة التحدي المشترك وجدت آذانا صاغية من قبل الشركاء الاجتماعيين، وأنا سعيد بأن اتحاد النقابات المطالبة علقت إضرابها في كافة الأراضي الوطنية منذ 12 يناير 2017، وأن المفاوضات التي أعقبت ذلك القرار والتي انطلقت في 27 يناير 2017
تحت مظلة اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي قد أفضت إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في 6 مارس 2017. هذه الاتفاقية المبرمة تعكس رغبة الطرفين في ترجيح كفة الحوار وبالتالي تعليق الإضراب من أجل مواصلة التفاوض لإيجاد حلول توافقية لإحلال سلام اجتماعي دائم في البلاد. اسمحوا لي أن أشيد بهذه المحادثات التي أدت إلى التوقيع على مذكرة التفاهم التي تمثل مرحلة جديدة هي مرحلة حل جميع المشاكل عن طريق الحوار، وأعبر عن رضائي بالالتزام الشخصي لكل واحد والعزيمة الشجاعة التي تحلت بها الأطراف المشاركة في المحادثات مما سمح بتجاوز العديد من العقبات والتوصل إلى التوقيع على الاتفاقية التي تشكل خطوة أولية نحو التهدئة المستدامة للمناخ الاجتماعي. وأشكر رئيس وممثلي اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي على مساهمتهم القيمة في هذه المحادثات، وأذكر أن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية للدراسة والتفكير حول طرق إحلال السلام الاجتماعي المستدام التي أسست في 9 مارس 2017 عينوا من الكيانات التي هي أطراف في مذكرة التفاهم. وقد أضاف رئيس الوزراء أن المهمة الأساسية للجنة الفنية الثلاثية هي دراسة نتائج الاجتماعية والاقتصادية للأزمة وتقديم مقترحات وحلول ملائمة، داعيا في هذا السياق الشركاء إلى التعاون الوثيق مع الحكومة لمتابعة عملية الحوار. نتابع. Les conséquences socio-économiques de la crise et de faire des propositions de solutions appropriées. إن المهمة الأساسية لهذه اللجنة هي دراسة النتائج الاجتماعية والاقتصادية للأزمة وتقديم مقترحات وحلول ملائمة لإحلال السلام الاجتماعي المستدام الذي بدونه لا يمكن للمجتمعات الحديثة أن تفعل أي شيء. لذلك أدعو أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية إلى البدء في العمل والقيام بمهامهم واقتراح الحلول للمشاكل بالمساهمات البناءة دون خطوط حمراء أو اعتراض. لذلك أدعوكم إلى العمل من خلال التعاون الوثيق لمتابعة عملية الحوار، وأطمئنكم فيما يتعلق بالحكومة فإنها سوف لن تدخر وسعا في تقديم الدعم لكي تقوموا بمهمتكم في أفضل الظروف الممكنة. وفي الختام أشكر اللجنة الثلاثية على توقيع مذكرة التفاهم وأدعو كل الشركاء الاجتماعيين إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور مع الحكومة من أجل المصلحة العامة.